في اليوم ده 9 فبراير سنة 1963 أقلعت أول رحلة لطائرة نفاثة من طراز بوينج 727، وفي نفس اليوم ده وبرضو سنة 1963 تم إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم واحد من الإطاحة به. وكمان في اليوم ده سنة 1964 ظهر فريق الروك الأسطورة البيتلز أو الخنافس لأول مرة في برنامج تلفزيوني. وفي اليوم ده 9 فبراير سنة 1971 عادت مركبة الفضاء أبولو 14 للأرض بعد هبوطها على سطح القمر. وفي نفس اليوم ده سنة 1980 توفي الشاعر الغنائي المصري مرسي جميل عزيز. وكمان في اليوم ده سنة 2001 غرقت سفينة يابانية بسبب اصطدام الغواصة الأمريكية جرينفيل بها بطريق الخطأ.